تتويج جديد كتب بحروف من ذهب إضافة إلى رصيد التلفزة الوطنية التونسية في العالم العربي بعد حصولها على جائزتين ذهبيتين خلال اختتام مهرجان الأردن للإعلام العربي. ففي مسابقة الدراما الاجتماعية التلفزيونية آلت الجائزة الأولى إلى مسلسل مايسترو لمخرجه الأسعد الوسلاتي وكاتب السيناريو عماد الدين الحكيم. يا أخي لبسوكم فردة صبات بركة. ليه الفردة الثانية تقطعت في التكوين. أما الجائزة الذهبية الثانية فكانت من نصيب الوثائقي الجم صرخ شامخ وفن راسخ من أعداد إقبال الكلبوسي وإخراج نبيل بالسيدة في مسابقة البرامج الوثائقية التلفزية. وثائقي نبش في ذاكرة أبرز المعالم الأثرية في تونس، قصر الجم الروماني أو مسرح الجم الذي يحاكي تاريخا ثريا ويشهد على روعة معالم تونس التاريخية وجمال أثارها، وخاصة في الحقبة الرومانية الصامدة على مر السنين. لا يزال صامدا رغم نوائب الحروب والشدائد، رافعا هامته نحو الأزرق السماوي اللامتناهي. وبهاتين الجائزتين الذهبيتين اعتلت التلفزة الوطنية التونسية مجددا منصات التتويج خلال مهرجان الأردن للإعلام العربي الذي خصصت دورته الحالية للاحتفاء بمدينة القدس، مهرجان شكل حسب القائمين عليه فضاء لتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وتطوير المشاريع الإعلامية بالنظر إلى التحولات المجتمعية الحاصلة بالمنطقة العربية، كما يعد منتدى لأهل الاختصاص في مختلف المجالات الإعلامية والتقنية لتبادل للتجارب والخبرات وإبراز الابتكارات العلمية التي يمكن أن تساعد على تطوير الصناعة الإعلامية بالمرحلة الحالية باعتماد التكنولوجيات الحديثة.